إذا حكيت لك إني بعرف مشكلتك بكون بكذب عليك، بس بكون صادق معك إذا قلت لك إني بعرف أحلها. فتابع الفيديو للنهاية لأنه إن شاء الله راح تلاقي فيه الحل. خلينا نكون صريحين من البداية، كلياتنا بدون أي استثناء كلياتنا عندنا مشاكل. في ناس عندها اكتئاب، في ناس بتعاني من التسويف، من الكسل، في ناس عندها إدمان المخدرات، وعلى الجانب الآخر في ناس عندها أهداف، طلاب بدهم يتفوقوا بدراستهم ومش عارفين من وين يبلشوا، موظفين مسجونين في الوظائف تبعتهم وبدهم يتحرروا ماليا، بدهم يصيروا أرباب عمل، بدهم يلاقوا طريقة إنهم يأسسوا مشاريعهم الخاصة. كل هاي الناس أهدافها ومشاكلها مختلفة، بس كلياتهم بيشتركوا في إشي واحد، كلياتهم بيعيشوا في نطاق يوم واحد، وكلهم إذا عرفوا شو التصرفات اللي لازم يقوموا فيها، شو القرارات اللي لازم يأخذوها في نطاق اليوم، إحنا بنحكي بشكل عملي، شو اللي لازم أعمل اليوم، هذا راح يمكنهم بأنهم يمشوا باتجاه أهدافهم أو يمشوا باتجاه تعافيهم من المشاكل اللي هم عايشين فيها، وهذا بالضبط اللي إن شاء الله راح أقدم لك إياه في هذا الفيديو. أهلا وسهلا فيك، إذا ما بتعرفني أنا اسمي ثائر، وأنا بلشت من سنة 2019 في مشاركتكم بتحدي خاص أنا بقوم فيه مع نفسي، واليوم راح أعلن عن بدايته اللي إن شاء الله راح تكون في 1/8/2022، وإن شاء الله هي راح تكون النسخة رقم 12 تحدي مشينا فيهم طول الوقت مع شباب وصبايا من جميع أقطار الوطن العربي، وخلال هذا التحدي راح أرافقك في كل يوم لأساعدك بحل مشكلتك أو بعملك على هدفك، والمرافقة راح تتم بإني أحكي لك روح اعمل هيك، مش خلينا نقعد وخلينا نحكي وخلينا نتفلسف عن الحياة، لا لازم تبلش تشتغل. فكل هذا التحدي قائم على العمل، 60 يوم من الإنجاز، 60 يوم من محاولة الإنجاز للناس اللي بتخاف من الفشل. الفشل إشي inevitable، يعني إشي أنت ما بتقدر تتلاشاه في كثير من الأوقات، الفشل إشي طبيعي أنا بعيشه كل يوم، وأي إنسان بيعتبر نفسه productive، أي إنسان بيعتبر نفسه منتج وقاعد بيشتغل خلال يومه، هذا الإنسان رح يفشل at some point بوقت من الأوقات. فإن شاء الله خلال هذا التحدي رح نمشي مع بعض لمدة 60 يوم، التحدي ببلش في 1/8/2022. فإذا حاب تشارك المشاركة مجانية للجميع، إن شاء الله في هذا الفيديو رح أشرح لك كيف تشارك في هذا التحدي. بس دقيقة خليني أحيي إخواني وإخواتي الأبطال اللي مداومين معاي من بداية التحدي 60، كيفكم أبطالي؟ أجا وقت الجد بإذن الله تعالى خلال هذا التحدي ثائر رح يخربها، واللي بعنيه بكلامي إنه رح أحاول أكسر كل يوم أكثر من 30 كبسولة شغل خلال كل يوم. للي ما بيعرف شو الكبسولة من الناس الجداد، يعني أنت بتقدر تحكي 15 ساعة شغل بدي أشتغلهم كل يوم، عمل متواصل، لأنه هذا التحدي بإذن الله تعالى بدي أنجز فيه إشي كثير بيعني لي، وخصوصا للناس اللي بتعرفني بعرف إني قاعد بشتغل على إشي بس مش عم بعلن عنه. فأهلا وسهلا بالأبطال وأهلا وسهلا بالجميع في إعلان التحدي 60 12، واطلع لي بالإنترو. شباب شرفتوا يا ابطال، رجعنا اليوم بحلقه جديده ومميزه من سلسله اللعبه باذن الله تعالى. اليوم راح يكون اعلان تحدي 60 12. للجدد ايش هو تحدي 60؟ تحدي 60 هو عباره عن مده شهرين متواصلين احنا بنشتغل فيهم لتحقيق هدف واقعي انت بتوضعه في بدايه التحدي، وهذا التحدي بنتعامل معه يوم بيوم، بنركز خلال اليوم على اداء نشاط متكرر معظمه مركز على هدفك الشخصي اللي انت قاعد بتحاول تشتغل عليه. راح تكون شغال مع الاف من الشباب والصبايا من جميع اقطار الوطن العربي، هذا الاشي راح يحفزك انك تشوف في ناس قاعده تشتغل معك، وبالاضافه لعملك على هدفك الشخصي راح نشتغل على اضافه عادات جيده تدخل في حياتك، زي الصلاه، زي انك تحسن من نومك عشان ترفع من طاقتك وتزيد من تركيزك، زي الرياضه البسيطه انك تتحرك خلال اليوم. في كثير ناس ما بتعمل رياضه ومفكر انه الرياضه هي نشاط مجهد ونشاط بده وقت وتفرغ، لا انت ب 25 دقيقه ممكن تعمل رياضه. في عندنا صلاه، في عندنا رياضه، في عندنا تعلم كل يوم، ونومك بدك تحسنه، واخر شيء اكيد انك تشتغل وتحصل، يعني انك تشتغل على هدفك الشخصي لتوصل للماكسيمم تبعك، تنتهي لاخر اليوم. وخلال التحدي ان شاء الله راح اشارك معك كورس بيعرض حلول معظم المشاكل اللي بنعاني معظمنا منها، زي التعامل مع الافكار السلبيه، زي التعامل مع الشكوك، زي التعامل مع الخوف الغير مبرر. وهذا على جانب، في عندنا جانب ثاني للمشاكل اللي زي التسويف، زي الكسل، زي التقليل من استخدام السوشيال ميديا واللي هي مشكله كبيره، وامور اخرى بنفس السياق ان شاء الله راح تحصلوا عليها فيديو كل يوم خلال التحدي بنفس الوقت اللي انت بتشتغل فيه. فاحنا مش راح مره ثانيه مش راح نقعد ونقعد نحكي مع بعض، بالعكس راح تكون قاعد انت بتشتغل على هدفك وانا قاعد بشتغل على هدفي، وكلياتنا قاعدين بنعيش في تجربه انجاز، وكلياتنا بنعرف انه براكتس ميكس بيرفكت، انه الانسان لما يضل يتدرب، الانسان لما يضل يحاول يعمل الاشي في النهايه بصير متقن له.
كلياتنا اشتغلنا، كلياتنا رحنا على مدارس، كلياتنا بنعرف انه اول يوم اسوا يوم، فبدايه التحدي راح تكون شوي صعبه، ثاني اسبوع راح يكون اقل صعوبه، ثالث اسبوع رابع اسبوع ان شاء الله بتحس حالك ماشي وكانه انت عايش بوضع جديد وانت تاقلمت معه. واخر نقطه بالتعريف عن تحدي الستين، الحمد لله رب العالمين هذا التحدي اثبت فعاليته على حياه الاف من الشباب والصبايا اللي شاركوا فيه من بدايه من نهايه 2019، من شهر 11 2019. الحمد لله احنا الان نعلن عن التحدي رقم 12. فتخيل انك تشارك معنا كل 3 شهور بتحدي من هاي التحديات، تخيل كيف حياتك راح تمشي، تخيل كيف انت اذا مشيت في هدفك اللي لك سنتين في راسك قاعد بتحاول تشتغل عليه وما بلشت فيه لليوم، تخيل انك تمشي عليه 60 يوم. فتخيل انه هذا يصير واقعك، قديش انتاجيتك بدها تزيد، قديش فرصة تحقيقك لهدفك بدها تزيد. شارك معي جوابك بتعليق، وبرضه في طريقك كسر لي كبس اللايك، خلي خوارزمية اليوتيوب تصحصح معنا، وبرضه في الطريق اشترك في القناة وفعل الجرس عشان أذكرك في بداية كل تحدي إن شاء الله كل 3 شهور. والآن قبل ما أحكي لك كيف تشارك في التحدي، خليني أمر معاك على نقاط بسيطة، حقائق موجودة في حياتك، حقائق ما في حدا ممكن ينكرها، إذا وعيت لها وركزت عليها والله العظيم ما راح تشوف حياتك زي ما كنت تشوفها. فخلينا نبلش فيهم واحدة واحدة. الحقيقة الأولى، أنت بتعيش بس اليوم، امبارح راح وانتهى، امبارح مدى تأثيري عليه 0 وبكرة مدى تأثيري عليه 0. المستقبل أنا ما بقدر أأثر فيه، تمام أنا بقدر أعمل بلانينج، بقدر أخطط له، بس ما بقدر أأثر فيه. ونفس الشيء امبارح، فامبارح وبكرة هذول ما بنقدر نأثر عليهم بتاتا، كل تأثيرنا يقع على اليوم، كل تأثيري يقع على الدقيقة اللي أنا عايش فيها وبصور لك فيها هذا الفيديو. وهذا بيجيبني لنقطة عن هدف الشخصي. كثير من الأبطال بيعرفوا أنه ثائر قاعد بيشتغل من نص سنة 2020 على هدف له جامعة، يعني عارف بالضبط كيف يمشي فيها، إشي أنا قاعد بعمله وهدف خاص فيه، يعني إذا أنا نمت ونسيته بح ما راح يصير هذا الهدف، إلي أكثر من سنة ونص قاعد بشتغل عليه. السؤال يا أخوان بصراحة، لو أنت كنت مكاني أو أنت كنت مكاني، إذا إني كنت رابط سعادتي ورضاي في اليوم اللي أنا عايش فيه، ما أنا بعيشش غير اليوم، إذا أنا كنت رابط رضاي وسعادتي بوصولي لهذا الهدف، طب ما أنا إلي سنة ونص قاعد بشتغل عليه كل يوم، أنا راح أكتئب، إشي طبيعي أني راح أكتئب. للأسف معظمنا عايشين بمبدأ أعطيني ترضيني، أما إذا الموضوع فيه انتظار انسى وجوده من الأساس. هاي الطريقة في التعامل مع الحياة خاطئة تماما، يعني مهما تجاهلت الحقيقة، مهما حاولت تثبت لنفسك غير ذلك، انت اللي قاعد تعمله انك بتقرب حالك للاكتئاب، لانه انت قاعد ماشي ومتصادم مع المنطق، انت عايش بس اليوم. انا اذا قيل انه هدفي بده سنتين لأوصله، لازم افكر بطريقة ثانية، انا بدي اعيش اليوم، بدي اكون راضي اليوم. الطريقة الصح شو هي؟ ما عشان ما نكونش ننظر على بعض، الطريقة الصح واللي أنا بستخدمها واللي مخليتني الحمد لله رب العالمين مش بس راضي وسعيد ومرتاح، السعادة حالة بنعيشها مش طول الوقت، مستحيل تضلك سعيد طول الوقت، بعيش أيام بتوجع فيها، بعيش أيام زعلان فيها، بس لما أجي أروح أنام والله العظيم إني راضي، أقسم بالله العظيم والله يشهد علي إني راضي، مع إنه هدفي يمكن ما أوصله لشهور لسه. ليش؟ لأنه أنا رابطت سعادتي، أو سوري، أنا ربطت آمالي بالتدو ليست تبعتي اللي أنا شغال عليها باليوم. أنا أول ما أصحى الصبح بشوف شو في عندي اليوم أعمله في الحياة الحقيقية تبعتي اللي عايش فيها، في أشياء مملة لازم نعملها كلياتنا خلال اليوم وبتأخذ منا كلنا وقت، بس إذا إني خلصتها على السريع برجع وبصفي عندي 3-4 ساعات لهدفي الشخصي، الهدف اللي أنا عايش عشانه وفعلا أنا عايش عشانه. فلما أشتغل هاي 4 ساعات وأجي في المساء بطلع والله أنا اشتغلت اللي قدرت عليه خلال اليوم، في أيام ما بقدر أشتغل عليه فيها. ليش؟ لأنه ما كانش فيه وقت فعلا، كان صاير طارئ مثلا، أزعل؟ لا ما بزعل، لأنه هاي قسمتي ونصيبي خلال هذا اليوم. إذا بربط كل شيء عايشه أنا بمقدار تحصيلي في اليوم، بمقدار سعي بالأساس، سعي خلال اليوم، أنا راح أكون راضي. فخلاصة هاي النقطة، أنت وأنا وأنت كلياتنا بنعيش بس يوم واحد، من الصبح للمساء، نركز كل وعينا خلال هذا اليوم، ما نفكر بالماضي ومآسي الماضي لأنه انتهى، ما نقدر نغير فيه، بس نتعلم منه، والمستقبل لسه ما أجا، فنتمنى الأفضل وبنخطط له، بس أكثر من هيك ما بنعمله. الحقيقة الثانية، الوقت والتركيز هم رأس مالك، مش مصاريك، مش مركزك العشائري، مش جاهك ولا أي من هاي الأمور. ليش؟ أعطيك إثبات على هذا الموضوع.
فلنفترض انه انت عندك فلوس بس لا وقتك ولا تركيزك من شغلات انهم يكثروا هاي الفلوس، ايش اللي راح يصير؟ هالفلوس راح تنصرف، لانه انت بطبيعتك كانسان تستهلك، وانت اذا استهلكت خصوصا بموضوع الفلوس، اذا استهلكت راح تظلك تستهلك اكثر واكثر واكثر، والانسان بتعود. لكن العكس صحيح، اذا انا استغليت وقتي وتركيزي في تكبير راس مالي طبعا راح يزيد. فالوقت والتركيز هم اساس كل شيء. وخليني اعطيك مثال لانسان معدم وفقير، بلاش تحكي انه هذا الموضوع بس بزبط مع الفقير. انا انسان فقير، خلينا نفترض انا وضعي المالي كان سيء بوقت من الاوقات، ايش اللي ركزت عليه؟ وقتي وتركيزي، رحت تعلمت فيهم مهارة، وانا عملت كورس اسمه مدرسة المال، بعلمكم فيه بالضبط اللي انا تعلمته، بعلمكم فيه بالضبط كيف تبلش من صفر دولار لخمس الاف دولار باقل من 12 شهر، كيف بانك توجه وقتك وتركيزك بانك تتعلم مهارة مطلوبة فعلا بسوق العمل، وبخلال ان شاء الله اقل من 12 شهر راح تكون فعلا جايب مبلغ لا يقل. انا بقول لك يعني اذا انك فعلا بتكون صادق مع نفسك وبتعطي الوقت وبتعطي وقت للتطبيق ووقت لكل شيء موجود في الكورس، لانه هو كورس طويل يعني ما بقدر اشرحه الان، اذا انت بتعطيه الوقت المطلوب له باذن الله تعالى دخلك مش راح يقل عن $1,000. وبشو كلياته هذا حصلته؟ باستغلال وقتك وتركيزك. فبالنهايه المورال اوف ذا ستوري، مغزى كل هاي القصه، وقتك وتركيزك هم راس مالك، هم اللي بيصنعوا كل إشي. الحقيقة ثلاث، إذا لسه في صوت في داخلك قاعد بتونون وبحكي لك في عذر من هون على عذر من هون، ودائما الأعذار هاي بداخلك بتكون منطقية، إذا إنه هذا اللي قاعد بصير، كون عارف للأسف يعني إنه أنت قاعد بتعيش دور الضحية، وهذا الدور راح يدمرك، راح يفجرك، وهو أصلا دمرك. وعلى الأغلب اللي لساته بيفكر بهاي الطريقة بعد اللي حكيت لكم إياه كلياته، هذا الإنسان إذا بتطلع حياته بشوفها مدمرة، ويمكن غيره يطلع عليها ويشوف عادي، بس هو شايفها مدمرة لأنه هو الوحيد اللي شاف الفرص اللي أجته. وما في طريقة تطلع من دور الضحية إلا إنك تعرف فعلا دورك الحقيقي. ودورك الحقيقي هو كلمة أنا بحكيها دايما بس بحكي لك إياه بعد شوي، بس ما بدها أكثر من هيك. إنك تطلع من دور الضحية ما في شيء لزوم إنك تروح دورات وتتأمل وتعمل مانيفستيشن وتقرأ كتب، وما بدك كل هاي الأشياء. الإنسان بيعيش دور الضحية لأنه ترك كثير من الأشياء اللي هو كان ميت على إنه يجيبها بس شاف إنها صعبة فقعد. بهاي البساطة كل إنسان فينا عنده هدف سامي بالنسبة له، يمكن بده يصير دكتور، يمكن بده يصير طيار، يمكن بده يلعب كرة، وكل واحد فينا حاول يوصل هذا الهدف، ممكن بس سأل سؤال شاف إنه الموضوع صعب نخ وقعد ونسي الموضوع على الأساس. هذا الإشي لأنه الإشي يوجعك كثير بيخليك تفقد الرغبة بالأشياء اللي كانت أقل أهمية، ما هو هدفك أو الحلم تبعك هو أكثر إشي مهم بالنسبة لك، هذا تفسير منطقي. فإذا إنه هذا الإشي انتكست فيه شفت إنه صعب، بتبلش الأشياء في حياتك الثانية تفقد قيمتها، مما يعني أنت راح تبلش تخسر في حياتك بشكل أو بآخر، راح يقل اهتمامك، راح تصير تبلش تعمل أشياء غلط، راح تصير تدور على اللذة السريعة وتتجنب التيمبروري بين اللي بسموه اللي هو الألم المؤقت. كلنا بنعرف إنه لما بدي أروح أدرس 4 ساعات في ألم مؤقت للموضوع، فبتصير تتجنب الألم المؤقت وبتصير تدور على اللذة اللحظية، وحياتك ما بتصحى إلا بتلاقيها قلب على وجهها، وفعلا بشكل غير تلقائي بتصير تلعب دور الضحية. الطريقة الصح لأنك تعدل حياتك إنك تطلع حياتك بالمنظور الصحيح، أنت مش الضحية، أنت دورك دور ثاني بحكي لك عنه بعد شوي. فهي كانت النقطة الثالثة، أنت على الأغلب تلعب دور الضحية إذا كنت لسه في عندك شكوك وفي عندك أعذار إنك تبلش تتحرك. الحقيقة هاي بسيطة جدا، فكر بشكل استراتيجي بس تصرف بشكل عملي. إيش بعني بهذا الكلام؟ ببساطة مثلا بدك تروح على الجيم، بدك تخسر وزن، بدك تزيد وزن، معظم الناس بتربط زيادة الوزن أو خسارته بإني أسجل بالجيم. تسجيلك بالجيم تلقائي راح يحكي لك والله في اشتراك شهري، والله في أواعي معينة بدي ألبسها، والله في مواعيد بدي ألتزم فيها. هاي كلياتها obligations، يعني هاي كلياتها التزامات، أو بدها تصير يعني شغلات تحطك في بوكس معين لتقدر تروح على الجيم. أنت فكرت بطريقة استراتيجية، فكرت فعلا بإشي منيح إنك تخسر وزن أو تزيد وزن، بس ما تصرفت بشكل عملي. طب كيف اتصرف بشكل عملي يا ثائر؟ ببساطه ببلش اتفرج على اكلي، ما بوقفش، ببلشش دايت، ببلش اعمل اوبزرفيشن يعني اراقب اكلي، وشوي شوي ببلش اخفف فيه.
وانا في البيت بفتح على تمارين كارديو وببلش اتمرن. اذا اني كنت مثلا بدي ازيد انقص وزن، اذا كنت ازيد وزن والله ببلش تمارين يعني بادي ويت. وانت هيك ايش اللي صار معك؟ انت بلشت اليوم في تطبيق هالاستراتيجيه. كيف؟ لانك تصرفت بشكل عملي. كل اشي في الدنيا، كثير ناس منكم، كثير ناس بتجيني مسجات كل يوم عن في ناس بدها تبلش تعمل اشياء بس ربطيتها بصورة نمطية معينة في راسه. اللي بده يكتب بده يكون قاعد في كافيه، بده يكون عنده قلم او ثلاث اقلام ودفتر والموسيقى شغالة ومرتاح ورايق وبيكتب. مع انه اللي بيكتب عن جد بيكون يكتب وهو في السجن، بيكون يكتب وحياته لا تمت اصلا بالاشي اللي قاعد بيعمله. فتصرف بشكل عملي، بتلاقي انه في كثير من الاحلام اللي انت تركتها، او في كثير خلينا نكون بواقعيين بالاهداف اللي انت قاعد تحاول تحققها اليوم، في طريقة عملية جدا انك تبلش تحرك فيها. اخر حقيقة راح احكي لك اياها، وبعدها راح احكي لك دورك الحقيقي، وننهي فيه ان شاء الله هذا الفيديو احكي لك كيف تشارك في التحدي. اخر حقيقة راح احكي لك اياها قبل ما نروح لدورك الحقيقي. It almost doesn't matter what you know. Execution is what matters the most. مما يعني ما بهم شو انت بتعرف، اللي بهم تنفيذك للي بتعرف. الانسان اللي بيعرف الحقيقة وبشكل او باخر، يعني ان كان بوعي او بدون وعي، بتغاضى عنها او بتنساها او بتخطاها وبأجلها، هذا الانسان حياته رايحة للأسوأ 100%. ليش؟ لانه اجته فرصة وتركها. والانسان مش كل يوم تجي فرصة. الفرصة اذا اجتك اليوم يمكن ما تجيك لبعد سنة، يمكن ما تجيك لبعد 3 سنين. والله العظيم يا اخوان انا بحكي لكم هاي الحقائق كلياتها من تجربتي الشخصية. الواحد مرات الحياة بتعلمه درس، بيقعد سنة كاملة يتمنى ترجع الفرصة اللي غلط فيها هاي الغلطة. فالله لا يعيشك هذا الوضع، استغل هاي الفرصة وبلش هذا التحدي. ما بعرف شو هدفك، ما بعرف شو وجعك، ما بعرف شو مشكلتك، ما بعرف اي اشي. كل اللي بعرفه انه احنا بشر كلياتنا، يعني وبكل بساطة يعني افكارنا ومشاعرنا وسلوكنا هي اللي بتوجه افعالنا. افكارك هيني انا حكيت لك كم فكرة اساسية، مشاعرك راح تعرفها بعد ثواني لما تعرف فعلا دورك الحقيقي. سلوكك راح احكي لك اياه في تحدي 60. والله العظيم والله على ما اقوله شيء، ما بدك اكثر من هيك. اذا انك تسمع او بتقرا او اتندنج، يعني بتروح مثلا على دورات لا التنميه البشريه او لا زياده الانتاجيه او شو ما كان، كلها تحطها على جنب. وهي الميدان يا احمد، ورينا شو في تحدي 60 بتقدر تعمل، لانه it doesn't matter what you know. Execution is what matters the most. انا بدي اياك، انا هذا التحدي انا ليش عملته؟ لانه انا فعلا ما بدي اخوي واختي يكونوا قاعدين بتسألوا على اشي وهم عن جد بدهم اياه وما يعرفوا كيف يوصلوا له. هاي انا اعطيتكم كلها، وبس اللي بدي اياه منكم دعوات بانه الله يقدرني على الاستمرار. والله العظيم يا اخوان ما بدي غير هيك، وبدي منكم فعلا انه توروني معدلكم الحقيقي. ما في انسان فيكم حتى لو كان في اسفل السافلين، حتى لو كان مدمن مخدرات، حتى لو كان عامل 7 ذمتها مفجر الدنيا تبعته، اذا عنده الانتنشن، اذا عنده النية الصادقة بانه يتغير، هاني انا قدامك ما بدي لك ايدي، تعال شارك معي في هذا التحدي. وهون بختصر هاي النقطة وباجي للنقطة الاساسية، واللي هي انت دورك مش دور الضحية، انت دورك دور البطل. وهاي الكلمة ساذجة بالنسبة لكثير ناس، ما انتو حضرتوا كثير افلام. للأسف احنا ربينا في عالم الافلام بتورينا انه البطل هو البطل الخارق اللي النيتشر تبعته خارقة، وقاعد بحاول ينقذ الكرة الأرضية من الإيليانز، أو ينقذ الأميرة من الوحوش، أو ونسونا للأسف إنه البطولة الحقيقية هي إنك تحارب مشاكلك، تحارب لبطولتك في نطاق الممكن. ونطاق الممكن بالنسبة لك وإليك إنك تحل المشاكل الأساسية، هاي الشغلات اللي تقدر خلال الحياة تبعتك قبل ما تموت في العالم هذا، مش في عالم الشاشات، في العالم اللي انت وانت عايشين فيه، هذا العالم تقدر تأثر فيه وفعلا تكونوا ابطال. البطل الحقيقي هو الانسان اللي طلع من الرماد، الانسان اللي عارك مشاكله، اللي طلع من الاسى والمشاكل والمشاكل الاقتصادية وما اثرت فيه كل هاي الشغلات، ظله مستمر لانه حسب خطته صح. انا ما بحب التحفيز الساذج، انا منهجي في الدنيا انه اعطيني ورقة وخلينا نتفق على الورقة بانه انا قادر اعمل هيك ولا لا. فكلياتنا عندنا اهداف. انا خلال تحدي 60 راح امر معاكم بالكورس واحكي لكم بالضبط كيف تتعامل مع تخطيط هدفك بشكل واقعي. في شغلات انت بتقدر تعملها وفي شغلات انت ما بتقدر تعملها. انت ما بتقدر تدرس 5 ساعات باليوم اذا انك طول السنه قاعد بتسوف. اللي بتقدر تعمله
انك تبلش شوي شوي، تركز على نومك، تركز على اكلك اللي بدي اوصل له. انه في كثير عناصر بالعالم الواقعي بتمكنك من تحقيق هدفك، بس مش بالطريقه اللي انت شايفها. مش كل شيء بيجي بيوم وليله، بس بشهر بتغير كل شيء، وبشهرين باذن الله تعالى والله العظيم انك بتقلب حياتك 180 درجه. وانا هذا اللي شفته من اللي شاركوا بهذا التحدي. فخلاص القصه، دورك الحقيقي دور البطل، وانت بدك تعارك. الانسان لما بيجاهد نفسه، الانسان لما بده يطلع في حرب ذهنيه مع مشاكله اللي ما حدا بيعرفها، اللي هو الوحيد عارفها، وهو عارف ايش الهدف اللي بده يوصله وراها، هذا الانسان رايح فعلا على معركه. والانسان اللي رايح على معركه رايح على الموت. انت مش راح تموت، بس فعلا انت ماشي بنفس الانتنشن، قاعد تعمل بريسيوت، يعني انت قاعد تعمل سعي فعلي بنفس السياق زي اللي رايح على معركه. انت ما في سيوف قاعده بتطعن فيك، في مشاكل، ممكن كلمات، ناس مثلا بتضايقك، ناس بتعمل، راتبك ما بيكفي، تعقيدات كبيره بهي الحياه، وانا عشتها كلياتها، فانا عارف بالضبط شو اللي عم بحكي عنه. هاي كلياتها التعقيدات تصنع اذا انك انت وقفت وحكيت فعلا انا البطل في هذا الاشي اللي انا عايش فيه. لا تصيح، لا تحكي لحدا، ما فيش داعي اي انسان يعرف فيك. اذا انك بتطلع في هذا السياق وبتقول انا البطل، خلي الدنيا كلياتها تحاول تطعن فيه، انا بدي اضل ماشي لحد اخر نفس. لهذول الناس انا موجود، ولهذول الناس راح اكون معاكم ان شاء الله من 1-8. ففي النهايه يا اخوان، كيف تشارك في التحدي؟ اول شيء حط هدف واقعي، حط هدف واقعي انت قادر تحققه خلال 60 يوم، تمام؟ هاي اول شغله. ثاني شغله، تابع حساب السكسي تشالنج على الانستغرام، وعلى الهايلايت مشروح بالضبط وبالتفصيل كيف تشارك في هذا التحدي وكيف تمشي خلال اليوم. الشرح بسيط وموضح، لكن اذا كان عندك اي استفسارات ثانيه راسلنا على الخاص، وباذن الله تعالى راح نجاوبك. ثالث شغله، اطلع بستوري واحكي انا بعلن مشاركتي في تحدي 60-12، هدفي 1-2-3 وعاشوا الابطال، وهيك انت بتكون شاركت في التحدي. وبهاي الخاتمة يا إخوان نستهل بدايتنا إن شاء الله في 1-8. شو ما كانت مشكلتك أنت بتقدر تحلها، شو ما كان هدفك أنت بتقدر توصله، بس بنطاق 60 يوم ما بتقدرش تخلص جامعة، بتقدر تخلص إشي في 60 يوم، تمام؟ بس الأهم من كل هيك بالنسبة لي، لأن أنا عارف، لأن أنا شفت مع الناس ودارس هذا الموضوع، إنه خلال 60 يوم you will get shaped، أنت كإنسان رح يتم صقلك. مما يعني اول 60، اذا كانت اول 60 بالنسبه لك، انت راح تكون انسان مغاير تماما يا اخوان. اللي بده ينسحب من المخدرات باقل من اسبوعين جسمه بنفضها. انت اذا مشكلتك التسويف والكسل، شو بيصير في حياتك بعد شهرين؟ ممكن يكون عندك اسئله كثير، كل هاي الاسئله انا بوعدك اني راح اجاوب عليها باذن الله تعالى. فانا هيك عملت كل اللي علي. انت مش ضحيه، انت دورك دور البطل. شو ما حكوا الناس وشو ما ضخ هذا العالم في داخلك، انفضوا كلياته وركز معي خلال هاي 60، وبإذن الله تعالى بتكون بتلعبها صح. لهذول الناس اللي طالعين في حرب على أنفسهم عشان يوصلوا للحلم اللي ما بدهم يعيشوا، ولا راح تصح حياتهم بلا، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن، تجري الرياح كما رادت لها السفن. عاشوا الأبطال، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. حساب السكسي تشالنج على إنستغرام فيه كل شيء بلزمك للمشاركة في التحدي، والسلام عليكم.